من صعيد مصر بزغ نجمه، وفي دروبها اشتد عوده واستنار فكره. وفي ناصع صفحات جيش مصر العريق سجل بأحرف من نور اسمه الفريق الدكتور عبد المنعم، رواد العسكرية المصرية في العصر الحديث. أنا عبد المنعم محمد إبراهيم خليل، جندي من جنود القوات المسلحة، ولي شرف أن أنا أكون ضمن أسرة القوات المسلحة المصرية. ولدت في أول إبريل 21 في قلوصنا بالمنيا. التحق اللواء عبد المنعم محمد خليل بمدرسة محمد علي الابتدائية عام 1927، ثم انتقل إلى مدرسة الخديوية ونال شهادة الثقافة، ثم التوجيهية عام 1939، ومنها التحق بالكلية الحربية وتخرج في 28 من مايو عام 1942. وفي مسيرته العسكرية الطويلة والشاقة شارك الفريق عبد المنعم خليل ضمن القوات المصرية التي دخلت حرب فلسطين، ومن أبرز المحطات التي يحفل بها سجله العسكري نقف عند سفره في بعثة إلى إنجلترا للحصول على دورة قادة سرايا عام 1951، ثم حصوله على دورة كلية القادة والأركان وإفاده في بعثة إلى موسكو عام 1961 للحصول على دورة قادة ألوية، ثم توليه منصب قائد الكتيبة الثامنة مشاة ورئيس أركان اللواء الرابع المشاة. بعدها سافر إلى اليمن كرئيس لعمليات القوات العربية ونال ترقية استثنائية إلى رتبة العميد لمشاركته في إحدى العمليات الهامة والخطيرة باليمن. عاد بعدها إلى مصر عام 66 ليشارك في حرب يونيو عام 67 قائدا لقوات المظلات. وبعد حرب يونيو 67 تولى منصب رئيس أركان الفرقة الثانية، ثم كلفه اللواء أحمد إسماعيل بالإشراف على قطاع بورسعيد. وفي 9 نوفمبر عام 67 تم تعيينه قائدا للفرقة الثالثة المشاة، ثم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني في 17 مارس عام 69، ثم تولى قيادة الجيش الثاني في 12 سبتمبر عام 69، حيث قاد الجيش الثاني الميداني في المراحل الهامة والخطيرة من حرب الاستنزاف، وواصل جهوده لإعداد الجيش لتلك الحرب واستكمال احتياجاته الإدارية والفنية. ثم انتقل لتولي منصب رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يوم 16 أكتوبر عام 1973، ومع بدء أحداث الثغرة الإسرائيلية غرب القناة استدعت القيادة العامة اللواء عبد المنعم خليل ليتولى قيادة الجيش الثاني خلفا للواء سعد مأمون. وبعد انتهاء الحرب شغل اللواء عبد المنعم خليل العديد من مناصب القيادة العامة، وانتهت خدمته بالقوات المسلحة بالإحالة للتقاعد في 1 يوليو عام 1975. النصر يخلق كل يوم أبطال لأجلك يا مصر، لأجلك يا مصر، وأي والله روح النصر جوانا عايشة في مصر، وأي والله روح النصر جوانا عايشة. خلوا دائما مصر أولا هي هدفكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ مصر وقوتها المسلحة ورجالها وشعبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.